مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا بكم معانا وحلقه جديده من هنا ماسبيرو. نبدأ معاكم بقراءه لاهم واحدث الاخبار. اول خبر معانا: خلال اجتماع الحكومه اليوم بمقر العاصمه الاداريه الجديده، اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن عقد مؤتمر صحفي عالمي خلال ايام لشرح محددات الموقف الاقتصادي والرد على التساؤلات المطروحه بشان عدد من الملفات. حول هذا الموضوع بينضم الينا عبر اتصال تليفوني الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدره. دكتور مصطفى، اهلا بيك معانا. دكتور مصطفى، كيف قرات اعلان الدكتور مصطفى مدبولي النهارده انه خلال ايام هيتم تنظيم مؤتمر صحفي عالمي لشرح محددات الموقف الاقتصادي؟ ازاي شايف يعني الهدف من اعلان اقامه مؤتمر اقتصادي عالمي في هذا التوقيت؟ هو بكل تاكيد، بعد تحياتي لحضرتك طبعا ولكل المشاهدين، الحكومه بتحاول تبعث برساله متابعه وطمانينه للمجتمع المصري وللمجتمع العالمي حوالين الاوضاع والمسارات الاقتصاديه. نعلم جيدا ان طبعا مع التغيرات الاقتصاديه العالميه ما زال التضخم في اقصى ارتفاع في العالم، طبعا تاثيرات الحرب الروسيه الاوكرانيه، زي ما احنا شايفين المتغيرات في الساحه الاقتصاديه العالميه بارتفاع اسعار الفايده. النهارده الفدرالي الامريكي احتماليه رفع سعر الفايده هيغير من المسارات الاقتصاديه. فالمتابعه الدوريه من الحكومه للاوضاع الاقتصاديه سواء العالميه وانعكاسها على الوضع المصري او اللي هو المسارات الاقتصاديه المصريه، الدوله بتقوم بعرض كيفيه المواجهه والتحديات والصعوبات ومعالجتها. طيب دكتور مصطفى، يعني من وجهه نظرك ما هي المحددات او المحاور المتوقع انه يتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي العالمي القادم؟ بكل تأكيد، أولا إزاي الحكومة هتكون قادرة على معالجة التحديات والمعاملة الخاصة بها. نحن خلال الفترة الماضية اتفقنا مع صندوق النقد الدولي وأيضا شركائنا يعني العالميين أو المجتمع الدولي حوالين مسار للوضع الاقتصادي. الدولة بتحاول تعرض قد إيه اللي تم إنجازه من هذه المسارات، كيفية التغير في الوضع الاقتصادي بالتحسن داخل يعني المجتمع المصري، المشروعات المطروحة للاستثمار الأجنبي، كيفية وضع السياسة النقدية والتغير في سعر الصرف أو قيمة الجنيه، وأيضا كيفية السياسة المالية والتحسن في بعض من الإنجاز لعملية التحول التكنولوجي وزيادة الاستثمارات المحلية وأيضا الأجنبية، فتح المشروعات العالميه زي ما بنشوف التطور في بعض من المشروعات في البنيه التحتيه. كل ده بتحاول الدوله تبعث بمسار ورؤيه خاصه بما تنتهجه الحكومه وايضا ما هو التزام بالمحددات مع برنامج صندوق النقد الدولي، وكيفيه انجاز تقريبا الوضع الاقتصادي خلال المرحله القادمه، وشرح ما هي التأثيرات العالمية على الدولة المصرية. طيب دكتور مصطفى، لو تذكر أن كان هناك مؤتمر اقتصادي عالمي العام الماضي وتم شرح الوضع الاقتصادي في مصر، وكان في تركيز على الاقتصاديات الكبرى وعلى تمكين القطاع الخاص، حتى أنه يعني تم طرح وثيقة ملكية الدولة في المؤتمر. هل شايف أنه هذا المؤتمر قد أتى بثماره؟ لا طبعا بكل التأكيد، ولكن اسمحي لي، الوضع الاقتصادي دايما في أي دولة في العالم يجب أن يكون متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية. نعم. يعني بمنتهى البساطة، ما ينفعش مؤتمر واحد وما ينفعش يكون في مصارحة أو مكشفة أو متابعة من الأجهزة المعنية كل فترة كبيرة. لا، الحكومة النهاردة نظرا للمتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة كثيرا، طبعا ده لازم يكون في ملاحقه من الحكومه وعرضه قد ايه المعالجات. فعلا زي ما حضرتك تفضلت، كان في مؤتمر السنه اللي فاتت انجاز كبير تم جزء منه حوالين بعض من المسارات الاقتصاديه، مثال زي ما حضرتك تفضلت وثيقه الملكيه. وثيقه الملكيه عباره عن الافتاح للقطاع الخاص لدخوله للمشاركه مع القطاع الحكومي. الدوله بتحاول تعرض ما هو قد ايه الانجاز من ترتيبات سواء تشريعيه سواء ترتيبات استثماريه وقوانين وما شابه لذلك لوضعها امام المستثمرين. الفكره هنا عباره عن ايه يا فندم؟ عباره عن المشاركه المجتمعيه من الجهاز التنفيذي، من دوله رئيس الوزراء والحكومه،
وأيضا من المجتمع المدني وأيضا من شركائنا في القطاع الخاص. هذا هو تصوري لعرض دولة رئيس الوزراء لمؤتمر اقتصادي كبير. ماذا دكتور مصطفى عن الاتجاه نحو قطاع الصناعة؟ زي ما احنا تابعنا انه هذا العام الاحتفال بعيد العمال كان مختلف، كان من داخل احد المصانع في الشرقية وتم افتتاح 5 مصانع ضمن يعني مبادرة ابدأ، وكما نعلم طبعا انه قطاع الصناعة يعني بيعتبر هو قطرة التنمية واحد اهم المصادر المستدامة للعملة الصعبة. ازاي شايف اهمية الاتجاه نحو توطين الصناعة المحلية في الفترة المقبلة؟ أحيي حضرتك طبعا على هذا السؤال. الرسالة من عيد العمال في العام الحالي رسالة مختلفة من مبادرة ابدأ اللي هو كانت التفكيرة والبنية الأساسية من رؤية فخامة الرئيس حوالين أن مبادرة ابدأ اللي هي بتشارك أو بتساهم في إنجاز العديد من الصناعات في إزالة التحديات أو الصعوبات، وأيضا برسالة أن هي توطين الصناعة من أهميات ومبادئ الرئيس ومن كمان الأسس الاقتصادية اللي الدولة بتبحث عنها. يعني واحد أن في مبادرة في غاية الأهمية اسمها ابدأ، دي بتساعد الصناع. اثنين أن رسالة كبيرة جدا حوالين أن إزاي يكون النهاردة الصناعة من أولويات الدولة وتوطين الصناعة من أولويات الدولة. ثلاثة، ما هو يتم إنجازه من هذه المبادرات تحت رعاية الرئيس وتحت مظلة الحكومة. فكان الوضع مختلف النبادي، ولكن في تحديات، في صعوبات. الصعوبات عبارة عن أن مثلا سعر الصرف متغير نظرا للأوضاع العالمية والوضع المصري. النهاردة في تكنولوجيا حديثة يجب الدولة أن تواكبها وتجيب مستثمر استراتيجي. ثلاثة، لازم نزيل بعض من اللي هو ما بيسمى بالاقتصاد الموازي وإزاي دمجه في الاقتصاد الرسمي. علشان كده في دور على كل أجهزة الدولة إزاي تساند المجتمع في دمج الاقتصاد الموازي، ازاي تحسن من القدرات الاقتصاديه لتوطين الصناعه وازاله التحديات والصعوبات، ازاي يكون في رؤيه تتبناها الاجهزه المعنيه بمسانده القطاع الخاص ومسانده كل المصانع والشركات اللي هي عندها صعوبات، مثل الجهاز المصرفي في دعمه للشركات، مثل وزاره التجاره والصناعه لفتح اسواق خارجيه. الترويج لتوطين الصناعه من افضل الرؤى اعتقد اللي تبنتها الدولة في عيد العمال اللي هو في الوقت الحالي. وطبعا يعني بالتأكيد هيتم طرح كل هذه التحديات، وهتكون فرصة لطرحها من خلال حوار مجتمعي، التحديات اللي بتواجه قطاع الصناعة تحديدا من خلال المؤتمر العالمي. بكل التأكيد، واسمحي لي بقى في غاية الأهمية، الدولة بطرحة فعلا ان تحاول تزيل التحديات، سواء النهارده في الحوار الوطني اللي بيقوم به دولة رئيس الوزراء مع المجتمع والحوار الوطني، وايضا مع المؤتمر اللي بتقوم به الدولة، وازاي ترسخ حتى دولة رئيس الوزراء من يومين وهو كان في احدى الافتتاحات في المصانع العشر من رمضان. نعم. تحدث انه هيزيل كل الصعوبات امام التراخيص. نعم. يعني التراخيص اللي هيعدي عليه مدة 7 ايام يعتبر مؤقت، وده باعتبار اسراع في عملية التنفيذ. اعتقد لو الأجهزة المعنية داخل الحكومة أخذت نهج رئيس الوزراء وأخذت نهج رئيس الدولة السيد الرئيس، اعتقد النهارده هيبقى في بدل افتتاح مثلا 10 مشروعات كل شهرين، لا هيبقى في 200 مشروع كل شهرين. ده اللي هيزود التشغيل ويدي عاملة، ده هيوفر من العملة الأجنبية، ده هيزود النهارده من التشغيل للمشروعات اللي الدولة في احتياجها، يعني لانها بتخدم على المشروعات القوميه الكبرى. ده اللي هتزيد من قدرتنا على ان احنا نفتتح اسواق، ننطلق بالتصدير. المنهجيه كلها يا فندم عباره عن بيئه اعمال يجب ان تكون متكامله الاوجه. ما ينفعش ان الحكومه في جانب او الاجهزه في جانب او السيد الرئيس بيسرع بالخطوات. هذه البيئه يجب ان تكون محتضنه تحت رعايه السيد الرئيس والدوله كلها بالكامل. الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدره، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. فاصل ونعود بكم مره اخرى. وزاره التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلي 800,000 طن حتى الان، وتستمر وزاره التموين والتجاره الداخليه في استلام القمح المحلي من المزارعين. واكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه تقديم كافه التسهيلات للمزارعين لضمان زياده معدلات التوريد. عن هذا الموضوع معنا اتصال تليفوني بالاستاذ رمضان الشحات، المستشار الاعلامي لمكتب وزير التموين والتجاره الداخليه. استاذ رمضان، اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. استاذ رمضان، يعني ما هو سبب وراء قرار الدوله بزياده سعر توريد القمح الموسم الحالي؟ خلينا بس واحنا بنتكلم مع بعض، واحنا بنتكلم على الاسباب اللي ادت الى رفع سعر توريد القمح. دي كانت توجيهات فخامه الرئيس
علشان يقدر ان هو يسهل على المزارع ويسهل ويشجع كمان المزارعين ان هم يزرعوا قمح في السنوات القادمه. زي ما انت عارفه طبعا ان احنا يعني في التموين بنستهلك حوالي 9 مليون طن قمح من اجل رغيف الخبز المدعم. الدوله بتنتج بوزاره التموين بتستلم منهم حوالي 5 ملايين طن في البلاد، والباقي بيتم استيراده من الخارج، والقطاع الخاص بيقوم باستيراد كافه احتياجاته من القمح من الخارج. فبالتالي توافر القمح بالنسبه للمصريين هام جدا، وهو سلعه استراتيجيه هامه جدا جدا. الدوله بتنتج ما يصل الى حوالي 270 مليون رغيف يوميا بيتم استخدامهم في المنازل المصريه، وبالتالي عمليه الطحن بتصل الى حوالي 26,000 طن. واحنا بنتجول في اماكن التجميع او اماكن التوريد واللي عددها يصل الى حوالي 420 موقع منتشرين في محافظات الجمهوريه متنوعين ما بين صوامع راسيه، صوامع راسيه دي اللي هي الصوامع الكبيره اللي الطاقه التخزينيه بتاعتها بتصل ل 60 و30 و90 الف طن، والشوان المطوره والهناجر والبناكر، وكمان الصوامع الخاصه بالمطاحن. احنا بنرصد حاله رضا كبيره جدا من المواطن، وده هدف من اهداف القياده السياسيه عندما قامت برفع سعر التوريد هذا العام. فبالتالي الأريحية الكبيرة وحالة الفرحة وحالة الانبساط اللي عند المزارع من أجل توريد من أجل رفع الأسعار هذا العام، أعتقد إن ده كانت الرسالة اللي فخامة الرئيس عاوز يوصلها لإخواتنا وأهالينا المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية. نسب التوريد وصلت ل 800 ألف طن زي ما حضرتك قلت في مطلع الخبر، وده كان موجود في الساعات الأولى من الصباح. عملية التوريد يعني كل صومعة او كل مكان من ال 420 نقطه اعتقد كلهم يا استاذ رمضان موزعين بقى على مستوى الجمهوريه في اماكن مختلفه. طبعا لازم تبقى موزعه على مستوى الجمهوريه في اماكن مختلفه، ولازم تبقى قريبه من الاماكن او الزراعات الاكثر تكدسا بزراعه القمح، علشان نسهل على المزارع او على المورد عمليه النقل ونقلل تكلفه النقل بالنسبه له. علشان كده المشروع القومي للصوامع اللي تبناها السيد الرئيس، سواء كانت الصوامع الرأسيه او الصوامع الحقليه التي يتم انشائها الان بعدد 60 صوامع بطاقه تخزينيه، اعتقد ان هي هتعدي المليون طن. تم اختيارهم طبقا للكثافات اللي موجود فيها زراعه القمح في مصر، علشان تسهل على المزارع ان هو يقدر ان هو يورد القمح بتاعه بسهوله ويسر. وده طبعا احنا بنرصده عند المزارع، المزارع بدل ما كان بيتنقل من مركز لمركز عشان يودي الصومعه او يضطر ان هو يودي القمح بتاعه في شؤون ترابيه، الكلام ده كله انتهى. الصوامع موجوده، الهناجر والبناكر وصوامع الخاصه بالمطاحن موجوده، الشؤون المطوره دي بتبقى نقطه ارتكاز القمح بيقعد فيها ما يزيدش عن 15 يوم، وبعد كده بيتم سحبه من اجل تخزينه في الصوامع الرئيسيه واللي هي الصوامع العملاقه اللي موجوده في مصر. رقم بسيط جدا اقدر اكده للساده المستمعين، ان مصر كانت قبل عام 2014 يعني قبل تولي السيد الرئيس المسؤوليه، كانت الطاقه التخزينيه للقمح فيها حوالي 1.2 مليون طن. احنا النهارده بفضل المشروع القومي اللي بتبناه السيد الرئيس للصوامع وصلنا لحوالي 4.6 مليون طن، مع الصوامع الحقليه اللي داخله بالطاقه التخزينيه بتاعتها اللي هتصل الى حوالي مليون طن بعد زياده الخلايا اللي هي موجوده فيها. احنا بنتكلم على حوالي 5.6 مليون طن، نقدر نقول ان احنا اتنقلنا نقله كبيره جدا في تخزين الاقماح بانشاء هذه الصوامع في الثمان سنوات اللي فاتوا بحوالي 6 اضعاف طاقه تخزينيه قبل عام 2014. هل يعني في زياده دلوقتي في المساحه المزروعه للقمح استاذ رمضان؟ ايوه، الرقم اللي ذكره الدكتور علي مصلحي طبعا، وده كان مستمد من وزاره الزراعه في المؤتمر الصحفي الاخير، اعتقد ان هو اتكلم على وصول المساحه المزروعه من القمح حوالي 3 مليون فدان. فاحنا بنتكلم على انتاج برضه هيصل الى حوالي 9 مليون طن من القمح. طبعا انت عارفه ان اهالينا طبعا المزارعين في بيستخدموا الاقماح طبعا في المنازل، في ناس لسه بتستخدم الدقيق في الخبز زي ما احنا عارفين قبل كده،
فبالتالي وزاره التموين لما بتيجي تاخد قمح من الموردين بتقول المزارعين بتاخده على حسب الطاقه التخزينيه اللي هي موجوده عندها علشان تتخزن في الصوامع علشان تقلل نسب الفقد فيه، لان الصوامع زي ما حضرتك عارفه نسب الفقد فيها بتصل الى حوالي زيرو فاقد او زيرو فاقد. كانت نسب الفاقد قبل المشروع القومي للصوامع اللي تبناه السيد الرئيس بتصل لحوالي 15%، الرقم كان بيصل لحوالي 5 مليار جنيه كانت بتضيع سنويا على المصريين بسبب تخزين القمح في الشوان الترابيه والكلام ده. النهارده احنا عندنا نسب الفاقد صفر. وعاوز اقول برضه حاجه للساده المستمعين، ال 5 مليون اللي كانوا بيروحوا فاقد على المصريين قبل 2014 هم ال 5 مليار قصدي عفوا هم ال 5 مليار اللي اتبنى بيهم الصوامع. تمام. طيب استاذ رمضان، هو الموسم الحصاد بدا امتى؟ موسم الحصاد دايما بيبدا في بدايات شهر 4، بيبدا التنبيه على الساده المزارعين والموردين، ولكن طبعا هو بيبدا قبل موسم الحصاد باسبوع او اثنين علشان يعني المزارع الاستعدادات اللي هتبقى موجوده. بس الموسم ده بدا يعني خلينا نقول بدا فعليا ثالث يوم العيد. النهارده انا موجود في محافظه الدقهليه، كنت في صومعه خاصه بمحافظه الدقهليه في ميت غمر، وانا بكلم امين الصومعه هناك او المسؤول عن الصومعه هناك، قال الحمد لله انا بستقبل يوميا في الصومعه ما يقلش عن 2000 طن، وقال لي في خلال اسبوع مع زياده الحصاد هيبقى في توريد بنسب عاليه. انا على فكره ماشي على طريق قمص دلوقتي وشايف الناس كلها حاصده وفي ناس عماله باللغه الفلاحي يعني بتدرس. الو، اقرب نقطه تجميع بالنسبه لهم. استاذ رمضان، سؤال اخير يعني، هل مع كل الحوافز بقى اللي مقدمه للمزارعين لتشجيعهم على توريد محصول القمح، يعني فعلا بتلمسوا ان هم فعلا متشجعين ان هم يوردوا القمح للدوله، وفعلا الفلاح اخذ الربحيه المناسبه؟ الفلاح اخذ الربحيه المناسبه السنه دي لسببين. السبب الاولاني ان الجوده بتاعت انتاج القمح عالية جدا 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 فوق ما تتخيلي على فكرة. وكمان انتاجية الفدان، انا الاسبوع اللي فات كنت موجود في الصعيد، كنت بني سويف والفدان، على ان نسبة انتاجية الفدان السنة دي وصلت لحوالي 23 قردام. لو حضرتك ضربت 23 قردام النقاط تبقى عالية، هو باخد الدرجة القصوى. تمام. أستاذ رمضان الشحات، المستشار الإعلامي لمكتب وزير التموين والتجارة الداخلية، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. وفاصل ونعود مرة أخرى. الخبر الأخير اللي معانا، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على ما عرضه وزيراء الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. معانا اتصال تليفوني مع الدكتور وليد يحيى، رئيس البحوث بمركز بحوث القطن مركز البحوث الزراعيه. دكتور وليد اهلا بيك معانا. اهلا يا فندم. يا اهلا وسهلا حضرتك والساده المشاهدين جميعا. دكتور وليد، يعني هل شايف انه هذه الخطوه من شانها تعزيز منظومه الزراعه التعاقديه وتشجيع الفلاح، خاصه يعني في ظل الظروف الحاليه اللي بيواجهها الاقتصاد العالمي؟ اكيد يا فندم، الخبر ده خبر سعيد جدا ومبهج لجميع مزارعي مصر ولجميع مزارعي القطن، وكان بينتظره منذ عامين مزارعي القطن على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وهو تحديد سعر ضمان او سعر بدايه لمحصول القطن لتوريده لسعر توريده. والخبر النهارده وتحديد 4500 جنيه لاقطان الوجه الابل متوسط التيله و5500 جنيه كسعر ضمان وسعر بدايه لاقطان الوجه البحري طويله التيله، سعر ده خبر جميل، واعتقد ان ده هيساهم في رفع المساحه المنزرعه من محصول القطن خلال الفتره القادمه. احنا عارفين حضرتك ان 90% من اجمالي المساحه المنزرعه بالقطن بتتزرع في الوجه البحري، وحاليا 70% منها بيزرع بعد محصول القمح. مزارعي الوجه البحري كلهم بيزيلوا بيشيلوا محصول القمح دلوقتي من الاراضي، وبالتالي
الخبر ده في الوقت ده بالذات هيؤدي لتعزيز مساحة القطن وزيادة المساحة المنزرعة بالأقطان وخصوصا في الوجه البحري خلال الفترة القادمة. طيب دكتور وليد، وفق الخبر اللي معانا ان الأسعار دي هي السعر اللي بيمثل الحد الأدنى. تمام يا فندم، ما هو ده فندم الحاجة اللي بتسعد المزارع المصري وتسعد مزارع القطن، ان هذا يمثل الحد الادنى او السعر الادنى لرتبه القطن وتوريد القطن، وان السعر هيكون مربوط باسعار منظومه تسويق الاقطان الجديده في حينه في اثناء التوريد. فاذا كان سعر التوريد القطن في الوقت ده سعر اعلى بالنسبه للمنظومه، فالمزارع هيبيع بالسعر اللي موجود في المنظومه اللي هيبقى اعلى من هذا السعر. لكن اذا كان السعر عالميا سعر منخفض واقل من ده، فهتكون شركه قطاع الاعمال العام، وزاره قطاع الاعمال ومنظومه التسويق الجديده والحكومه هتاخد القطن وهيتم استلام القطن بالسعر المعلن عنه حاليا. صحيح. دكتور وليد، سؤال اخير، يعني احنا طبعا اتكلمنا على الاسعار المحدده في الوقت الحالي اللي تم يعني عرضها من خلال الخبر، عندنا كمان انه بيتم توفير تقاوي القطن للمزارعين، هل شايف انه فعلا هذه الخطوات متوقع ان احنا نزيد في مساحات زراعه القطن بنسبه قد ايه تقريبا؟ اكيد يا فندم، يعني احنا لو نقول ان احنا المساحه اللي كانت متوقعه قبل صدور هذا القرار السعيد جدا والجميل من مجلس الوزراء ومعالي دوله رئيس مجلس الوزراء النهارده، فهنقول اذا كنا متوقعين ان مساحه القطن كانت هتبقى في حدود السنه دي في حدود 200,000 فدان، فبنعتقد ان المساحه ممكن تزيد ل 250,000 و300,000 فدان بناء على هذا الخبر. الحاجه الثانيه المهمه ان وزاره الزراعه المصريه وفرت جميع البذره اللازمه من جميع الاصناف القطن المنزرعه والموجوده على الخريطه الصنفيه لموسم الزراعه 2023 وبكميات تكفي 400,000 فدان في جميع الكميات الزراعيه على مستوى ال 17 محافظه اللي بتزرع قطن. دكتور وليد يحيى، رئيس البحوث بمركز البحوث الزراعيه، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. بكده تكون انتهت فقره اخبارنا. بعد الفاصل الزميل خالد سعد في ضيافته الدكتوره هويده الجبالي عميد كليه الدراسات العليا للطفوله بجامعه عين شمس. فاصل ونعود مره اخرى.